كمان في الوقت اللي نجحت فيه كافة أجهزة الدولة في مواجهة تداعيات موجة الطقس السيء على مختلف الأصعدة من خلال التنسيق ووضع خطة استباقية، نجحت مناطق إسكان تطوير العشوائيات في استيعاب كميات الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو سلط فيه الضوء على اهتمام الدولة بتخطيط وتصميم تلك المناطق، ومنها حي الأسمرات ورودة السيدة والمحروسة وفقا لأعلى المقاييس والمعايير في التخطيط العمراني. تعالوا نشوف هذا التقرير. إسكان تطوير العشوائيات، بنية تحتية تواجه الأمطار. من حي الأسمرات لرودة السيدة للمحروسة، أثبتت البنية التحتية في تلك المناطق كفاءتها، قدرتها على استيعاب كميات الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة نتيجة موجة الطقس السيء اللي تعرضت ليها البلاد، وده دليل على إن تم تصميمها وفقاً لأعلى المقاييس والمعايير في التخطيط العمراني. وفي الحقيقة سكان تلك المناطق شعروا بالفرق بين حياتهم القديمة في العشوائيات وأوضاعهم الجديدة، وكنا حريصين إننا نرصد رد فعله. بنية تحتية ممتازة، في ميول للمطر بينزل في الصرف بتاعه. في العشوائيات ما طبعا اليوسف عروق خشب، طبعا المطر بتغرق الدنيا جوه، بتعمل ماس في الحيطان مع الكهرباء وكده، فطبعا في فرق جامد، يعني ما فيش مقارنة ما بين هنا وبين هنا خالص. بصراحة هنا الجو ممتاز، يعني المطر نزلت وكان في سيول، سبحنا تاني يوم الصبح ما شاء الله مفيش ميه في السكه. لا المطر كان زمان كان بصراحه مبوظ الشوارع، كنتش تعرف تمشي، ابنك ما يعرفش يروح المدرسه، الست بتاعتك ما تعرفش تخرج، انما دلوقتي قاعدين الحمد لله تمام في امان. كنا لا احنا كنا بنحط حلل تحت ده على السرير وعلى المطابق عشان الميه كانت بتنزل علينا. النهارده الحمد لله والشكر لله انا ساكنه في الدور الرابع وفي احسن نعمه الحمد لله، وشقتي زي الفل الحمد لله. الرياح والهواء طبعا هنا احسن من ما كنا في اسطبل عنتر. اسطبل عنتر كانت تقع حاجات من فوق من العمايل من البيوت فوق. الشوارع كلها ميه بس نشفت، مش زي المناطق العشوائيه كلها ميه وطينه وبهدله. هنا حلو بكتير عن اي مكان تاني. المطره كانت شديده قوي، بس احنا صحينا الصبح يعني رحنا الشغل ما فيش اي حاجه، والشوارع زي ما انت شايف اهو ما فيش اي حاجه، مطر ولا بلعات سحبت كل حاجه، وشغل زي الفل وكل حاجه تمام. قلنا نقعد بال 15 يوم ما نطلعش من البيوت، وحاجات ما تطلقش يعني، في تعابين ووقفات وبتاع، والمخازن جنبك متخبط الليل كله، يعني الميه امبارح حالا في ثواني البلعات قضت الميه 100 100 والله. هنا لما نطرت الميه اتصرفت على البلاعات، لكن عندنا لما كانت بتنطر كانت الميه بتنزل علينا في البيوت، وكانت دنيتنا بتغرق وكل حاجه كانت وحشه يعني. بس هنا الحمد لله يعني الحياه جميله والميه اتصرفت والميه نشفت الحمد لله. يا عم احنا كنا نازلين في حته كانت لما تنطر تقعد بالاسبوع لما تنشف الشوارع. انا من هنا نشفت الشوارع من يوم، لكن انا كنت تقعد اسبوع الشوارع بين وبتاع، كنا عايشين صعب بصراحه. زمان لو احنا النطره دي نطرت واحنا في الشرابة كان اللي بتوقعت علينا، بس احنا هنا في نعمه. كانت عاصفه زمان كانت توقع علينا الاسقف تحت البيبان، وكانت تحدف علينا صفايح وخشب وكله من الشرابيه، امال هنا ما فيش حاجه اتحدفت علينا ولا. هنا الحياه حلوه وجميله، كانه ما فيش نطره خالص اطلاقا. زي ما انت شايف الارض كلها ناشفه، ما فيش اي ميه، ما فيش اي طينه، ما فيش اي مشاكل. وبعد ما اتكلمت الصوره عن نفسها، بالتاكيد الدوله لا تدخر جهد في توفير حياه كريمه لسكان العشوائيات من خلال المناطق دي اللي طبقت فيها كل معايير الامان.